أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا
حتى
ما كنت قاطعة الأمر
حتى تشهدون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إني ظلمت نفسي وأسلمت.